أعزائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الأحد 30 مايو لعام 2021، حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، وعنوانها اللقاحات بين وجوب الالتزام وخطر الامتناع. وطبعا النتيجة اللي هنخلص بيها هي إن إحنا لابد ناخد لقاحات، فأنا بقولها في صيغة أخرى، أرجوك أعطني هذا اللقاح. وأنا واخد هذه الجملة عن قصة وفيلم الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وكان ده في سنة 1984. وهنتكلم بالأرقام، والأرقام لا تكذب. ما هو احتمال الوفاة بكوفيد-19 بدون لقاح أو لو خدنا لقاح؟ ولكن قبل الموضوع الأساسي للحلقة أنا أحب أناقش نقطتين. النقطة الأولى هي الدواء الجديد لكوفيد-19. طبعا إن احنا نلاقي علاج لكوفيد-19 ده أحسن من اللقاح. ليه؟ لأن العلاج بياخده المصابين فقط، بينما اللقاح بنديه ل70% من البشر، اللي هو دلوقتي تعدادهم حوالي 7.9 مليار، وطبعا دي عملية صعبة جدا. فنبتدي الأول بالنقطة الأولى، وهي تختص بالدواء الجديد لكوفيد-19. فأول حاجة إن يوم الأربعاء الماضي أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تصريحا بالاستخدام الطارئ لعلاج جديد لكوفيد-19، وهذا العلاج تم تطويره بواسطة جلاسكو سميث كلاين جروب اوف كومبانيز، واسم العقار سوتروفيماك. ده تم يوم الأربعاء التصريح ليه. النقطة الثانية إن هذا العقار هو نوع من الأجسام المضادة، بتماثل الأجسام المضادة اللي بيكونها المناعة الطبيعية في الجسم البشري في حالة الإصابة بكوفيد-19. طب النقطة الثالثة، مين ياخد العقار؟ فقط الحالات الخفيفة والمتوسطة لمرضى كوفيد-19، واللي بيعانوا من مشاكل صحية تنذر بتفاقم الحالة، بس بشرط إن عمرهم لا يقل عن 12 سنة، وإنه وزنهم ما يقلش عن 40 كيلو اللي هياخد العقار ده. طب إيه ميزته؟ إنه في جميع الأحوال وجدوا حاجة رائعة، إنه بيقلل من دخول المستشفى ومن احتمال الوفاة بنسبة 85%. طب السؤال، مين اللي ما ياخدش العقار؟ لو كان حالة شديدة في المستشفى عشان كده لازم نبكر من إعطاء هذا العقار، أو شخص بياخد أكسجين أو محطوط على جهاز تنفس صناعي. النقطة اللي بعد كده والأخيرة، إن وجد إن هذا العقار فعال جدا، مش بس ضد الفيروس الأصلي، ولكن ضد كل تحورات الفيروسات أو الفيروس ده بما فيها التحور الهندي. دي كانت النقطة الأولى وهي خاصة بالعلاج. النقطة الثانية خاصة باللقاحات، المزايا والأضرار. نبتدي بمزايا اللقاحات. مزايا اللقاحات بتنقسم إلى قسمين، مزايا بتخص المجتمع، وهي إن نمرة واحد إن اللقاحات هي الوسيلة الوحيدة للقضاء على الوباء. وإمتى ده هيحصل؟ لما نوصل لمناعة القطيع. وعلى فكرة بالأمس الـ WHO منظمة الصحة العالمية قالت إن عشان نوصل إلى مناعة القطيع وننهي الوباء لازم نطعم 160% 70% من البشر، اللي هو قلنا تعدادهم قارب 7.9 مليار. تاني حاجة، إن المجتمع هيستفاد إيه؟ إن إحنا هنقلل من انتشار العدوى، وتقليل انتشار العدوى هيقلل من التحورات اللي بتحدث في الفيروس، وإحنا عارفين إن التحورات دي بتؤدي إلى إنها بتنقص فعالية اللقاح. فلما نقلل انتشار العدوى هتقل التحورات، هيظل اللقاحات اللي موجودة عندنا فعالة. طب نيجي الميزة الأفراد بقى، الشخص اللي هو هياخد اللقاح، اللقاح بيحميه من الإصابة، أو حتى إذا خد العدوى
هتبقى بدون أعراض أو بأعراض خفيفة، وهتقلل من احتمال الإصابة بأعراض شديدة، وطبعا وهذا هو الأهم هتمنع بإذن الله احتمال الوفاة. تاني حاجة، إن اللقاح ده مهم جدا، لأنه لو ما خدناش اللقاح ده لن نحصل على شهادة التطعيم. دلوقتي كل شخص بيحصل على الجرعتين بياخد شهادة التطعيم. شهادة التطعيم دي هتصبح أساسية في السفر، بقدرش أركب طيارة، بقدرش أركب حافلة عامة، قطر، أتوبيس من غير الشهادة دي، بقدرش أمارس أي نشاط عام، سواء كان عمل مهم أو حتى ترفيه، أروح مطعم، أروح سينما، موجود في مكان مغلق مع غرباء مش هيدخلوني من غير ما يبقى معايا شهادة اللقاح ده. مهم الآخر كمان، مش بس الشخص اللي بيتلقى، في 30% من البشر مش هيتلقوا اللقاحات لأسباب صحية أو أسباب أخرى. احنا بالطريقة دي بنحميهم هم كمان. طيب ده المزايا. نيجي لأضرار اللقاحات. اللقاحات طبعا كأي عقار لها أعراض جانبية، بنقسمها إلى مجموعتين، أعراض شائعة الحدوث وأعراض نادرة الحدوث. نبتدي بالأعراض شائعة الحدوث. إيه هي دي؟ النقطة الأولى، في مكان الحقن، وده حصل لي، بيحصل ألم واحمرار ورم. طب في عموم الجسم ممكن يحصل أعراض، أكثر عرض وجدناه بيحدث هو الصداع. في 22% من الناس اللي عانوا من أعراض، 23% آسف، جالهم صداع. 17% جالهم تعب، فتيج أو ديزنس، إحساس بالدوخة. ممكن يحصل ألم في العضلات أو ألم في المفاصل. ممكن يحصل سخونة، رعشة، غثان نفس، قيء، ونادرا ما يحدث تضخم في الغدد الليمفاوية. أنا شخصيا حصل لي بعض من هذه الأعراض وما اتضايقتش، لأن ده معناها أن جسمي أبدى استجابة مناعية للقاح، يعني كانت مبعث سرور لي، أن معناها في استجابة مناعية. نقطة تانية، إمتى بتحدث الأعراض الشائعة دي؟ بتحدث بعد الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، غالبا بعد الجرعة الثانية، أكتر بعد الجرعة الثانية. طب النقطة الثالثة، الأعراض العامة دي إمتى تحدث؟ 3 أيام بعد تلقي الجرعة، سواء الأولى أو الثانية، ولكن لا تدوم لأكثر من يوم أو يومين، يعني تحصل في حدود 3 أيام وما تعودش أكثر من يوم ليومين. طب لو خدت أكثر من ذلك يبقى لابد من استشارة الطبيب، يبقى الأعراض دي ما هياش أعراض تعاطي اللقاح، إنما ربما تكون عرض لمرض آخر. إيفن إن أنا أكون خدت كوفيد، واحد يقول لي ممكن وأنا واخد اللقاح أخد كوفيد، ما أنا خدت اللقاح بس لسه ما حصلتش مناعة، فممكن أكون خدت الكوفيد. فلو قعدت الأعراض أكتر من يوم ليومين أو حصلت بعد 3 أيام من تعاطي اللقاح لازم أستشير طبيب. طب نيجي الأعراض اللي في الدراع، الألم اللي في الدراع ده ممكن يدوم لحد أسبوع، لكن بقول لو بعد 24 ساعة من الألم لقيت الألم بيزداد سوء والإحمرار والورم، دي حاجة مش طبيعية، مفروض يقل، يبقى برضو أستشير طبيب. ونصيحة مني، لو حصل لك أعراض الذراع بعد الجرعة الأولى في الذراع مثلا الشمال، يبقى خد الجرعة الثانية في الذراع اليمين. طب إيه علاج الأمراض الأعراض العامة دي؟ إنه ممكن أخد حاجة بسيطة اللي هو زي أسيتامينوفين، اللي هو الباراسيتامول اللي هو بنسميه هنا تايلينول. ناخد ده، بس ناخده امتى؟ بعد حدوث الاعراض، ما ناخدش ابدا تحذرا قبل ما تحدث. لكن لو كان الدواء ده مش كافي، ممكن في هذه الحاله اخد اللي هو النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، اللي هو ايبوبروفين، او اللي هو اللي بنسميه الادفيل، وممكن على فكره ناخد مضاد للهستامين. ده اللي هو اكثر الاعراض الجانبيه الشائعه. نيجي بقى في أعراض جانبية أقل شيوعا بس أخطر، اللي هي الحساسية أو الجلطة. نبتدي بالحساسية. دلوقتي يوجد نوعان من الحساسية، النقطة الأولى، في حساسية شديدة نسميها أنافيلاكسيس أو الصدمة الأرجية، حتى جاء من كلمة ألرجي، هيحصل لي صعوبة في التنفس وتزييق، ورم في العين، في الشفاه، في اللسان، والأعراض الشديدة دي
بتستلزم ان انا ياخدوني المستشفى وان انا يدوني ادرينالين اللي هو الابينفرين اللي هو الابيبان. لكن ممكن تحصل اعراض حساسيه غير شديده. زي ايه؟ زي طفح جلدي، هرش اهرش، ورم، بس مش في مكان الحقن. وفي هذه الحاله الاعراض البسيطه دي ما تضطرنيش اروح مستشفى، وما باخدش ادرينالين، باخد مضادات الهستامين. طب النقطه الثانيه، امتى بتحدث اعراض الحساسيه؟ غالبا او بعد الجرعه الاولى، لان لو في حساسيه بتبان مع الجرعه الاولى. ثلاثه، انه انا قدرت اجيب لكم الارقام الخاصه بفايزر وموديرنا اللي هو مرسال الحمض النووي والميسنجر ار ان ايه، فلقينا ان الاعراض الشديده دي، وعاوزك تفتح ودنك معايا، بتحدث فقط في 5 في المليون. 5 في المليون يعني حاجه بسيطه جدا، واكثر شويه في النساء. اما الاعراض غير الشديده فدي بتحدث بنسبه اكثر، 43 في المليون، بس برضه نسبه قليله. 43% دي حاجه مش شديده، وعلى فكره بتحدث ثلثينهم بتبقى ادفيرس افكت، يعني اثر سلبي، مش حساسيه اكشولي، هي من توتر الشخص. الناس كلها رايحه تاخد اللقاحات وعدد فيها كبير متوتر، ده ساعات بعضهم بيجيله الفازوفيجال اتاك، يعني مجرد ما تديله الحقنه يغمى عليه. حاجه ملهاش علاقه بالعقار، هي لها دعوه بالخوف اللي هو فيه. النقطه الرابعه، وجدنا ان الناس اللي بيحصل عندهم حساسيه دول 80% منهم كان عندهم قبل كده تاريخ عائلي، من تاريخ شخصي انه كان عنده حساسيه شديده في السابق. طب النقطه الخامسه، 86% من حالات الحساسيه بتحدث في اول نص ساعه، ومعظمها في اول ربع ساعه. طب والباقي ال 14% بتحدث في غضون 4 ساعات ماكسيمم. طب نيجي الوقايه، احنا بنقول لما بتجيلنا انت في مركز التطعيم وتقول لنا ان ما عندكش تاريخ حساسيه يبقى مش محتمل يجي لك حساسيه، بنقعدك ربع ساعه بس بعد التطعيم. انما لو قلت لنا ان عندك تاريخ حساسيه شديده يبقى الاحتمال قلنا ان يحصل لك حساسيه اكتر، فبنقعدك مش ربع ساعه، بنقعدك نص ساعه. ومن عندي انا بقول لك انت بعد بنص ساعه ما يمشوك لف كده حوالين مركز التطعيم لمده 4 ساعات، اللي هي المده القصوى اللي ممكن يحصل فيها الحساسية دي عشان ترجع لهم ويحاولوا يعالجوك. نيجي النقطة السابعة اللي هو العلاج. لو انها حساسية شديدة بناخد زي ما قلنا ادرينالين اللي هو الابينفرين اللي هو الابيبان، لكن لو كانت غير شديدة بناخد مضادات الهستامين، وطبعا بنقيس لك الضغط والنبض وبنعرضك على طبيب اللي موجود في المركز، واذا كانت حساسية شديدة بننقلك المستشفى ممكن، وبنبلغ الهيئات المعنية عشان نعمل احصائيا يعني اللقاح بيحصل معاه ايه. لكن ايه اهم نقطه بقى بقولها لك، ان انت اذا حصل لك حساسيه مع الجرعه الاولى، واحنا قلنا بتحصل مع الجرعه الاولى، ما تاخدش الجرعه الثانيه من نفس نوع العقار اللقاح. يعني لو انا خدت فايزر، ما هو فايزر وموديرنا هما نفس النوع، هما الاثنين مرسال الحمض النووي، يبقى لو حصل لي حساسيه مع ايهما فايزر او موديرنا اخد نوع ثاني اللي هو مثلا استرازينيكا او الصيني في المرة التالية. طب واحد يقول لي هو الحساسية دي بتحصل من ايه؟ انا قلت ان احنا اللقاح ما بيبقاش لقاح بس، حاطين معاه مواد حافظة. ففي حالة مرسال الحمض النووي اللي هو الفايزر وموديرنا بنحط معاهم بولي ايثيلين جليكول. طب واحد يقول لي المادة دي بتبقى موجودة فين؟ في ادوية الاسهال، في المنظفات بتاعة البيبيهات، الرضع، في بعض مستحضرات التجميل. بينما في الاسترازينيكا بنحطها مع مادة اسمها بولي سوربيت. دي موجودة في بعض مستحضرات التجميل، يعني اللي يجي له حساسية من بعض مستحضرات التجميل ممكن يبقى في احتمال يحصل له حساسية مع اللقاح، ومع ذلك ده ما يمنعش ان هو ياخد لقاحات ابدا. نيجي عرض الجانب الثاني وهو الاخطر، هو الجلطات بقى اللي الناس بتخاف منها، وتملي اتكلمت عنها الاعلام كثيرا. طيب الجلطات اول نقطة بتحدث مش مع كل انواع اللقاحات، مع انواع خاص اللي هو الفيرال فيكتور فاكسين، اللي هو اللقاحات اللي محمله على فيروس غير معدي، اللي هم عندنا منهم مين؟ اللي هم قلنا الاسترازينيكا على سبيل المثال والجونسون اند جونسون. تاني نقطه، طب ايه اعراض الجلطات دي؟ حسب الجلطه دي حصلت فين؟ لو حصلت في المخ هيحصل لك صداع، زغلله في النظر، رؤيه مزدوجه. واحد يقول لي طب ما انت قلت من الاعراض البسيطه الشائعه في صداع، بس مش هو ده نفس الصداع.
الصداع في هذه الحالة أو الزغللة في العينين أو الرؤية المزدوجة بتبقى شديدة جدا مستمرة. ممكن يحصل تشنجات لو في جلطة في المخ، يحصل صعوبة في الكلام أو في الحركة. طب لو جلطة في الرئة، لا أعراض تانية خالص، يبقى في صعوبة في التنفس وفي ألم في الصدر، ألم في الظهر، ألم في البطن. طب لو جلطة في الأطراف في الإيد أو في الرجل، هيحصل ألم وورم وتغير في لون الجلد، يبقى ممكن يبقى أزرق أو شاحب، وبعدين ممكن تلاقي فيه كدمات أو بقع حمراء كتيرة صغيرة أو نزيف غير مبرر. النقطة الثالثة، طب لما أخذ أنا الأسترازينيكا أو جونسون جونسون أتوقع حدوث الجلطات إمتى؟ بعد 4 أيام من أخذ الجرعة والحد 4 أسابيع، يبقى حتى لا تنسى بعد 4 أيام من أخذ الجرعة وأبطو لحد 4 أسابيع ممكن تحصل الحكاية دي. طب النقطة الرابعة، النسبة قد إيه؟ بعد الجرعة الأولى في الستات تحت 50 سنة احتمال حدوث الجلطة، ونفتح ودننا عشان ما نتخضش، في المليون، في المليون 7. طب لو ست فوق 50 سنة أو راجل في عموم الرجال، النسبة تبقى أقل، 4 في المليون. طب ما حصلتش مع الجرعة الأولى، ممكن تحصل مع الجرعة الثانية، بس قليل جدا، 1 في المليون. طب نيجي النقطة الخامسة والأهم، الجلطات دي ممكن طبعا تسيب أثر، لكن واحد خايف إن الجلطة تتسبب في وفاة، نسبة الوفاة مع الجلطات قد إيه؟ 20%. يعني نقولها بطريقة تانية عشان دي هتفيدنا بعد كده، إن إحنا قلنا 7-4-1 في المليون ده احتمالاتها، خلينا ناخد 5 في المليون. في 5 في المليون اللي حصل لهم جلطات دول في العموم لما خدناهم في قلب بعض، هيتوفى منهم واحد بس، 1 في المليون، 20% من 5 يبقى 1 في المليون. فدي نقطة يعني لازم ناخد بالنا منها. النقطة السادسة، نقطة مهمة بقى الأطباء، يعني أنا لما العيان يقول لي إن عنده أعراض تبدو إنها أعراض جلطة، إيه التجربة دي للأطباء المهمة جدا اللي أنا أعملها، غير إن الدي دايمر يبقى عالي، إن أنا أسلو الصفائح الدموية البلاد بليتلتس ألاقيها تحت 150,000 في كل مليمتر مكعب، تحت 150,000. طب النقطة السابعة وهي الأهم بقى الخلاصة، يبقى في كل الأعراض دي عشان دي اللي هتفيدنا في الحسبة، احتمال الوفاة بيحدث إمتى لما أخد اللقاح؟ الشرط الأول أكون واخد أسترازينيكا أو جونسون أن جونسون، هم دول اللي بيدوا جلطات اللي هم الفيرال فيكتور فاكسين، والنسبة بتاعت الوفاة 1 في المليون، يعني لازم أبقى واخد أسترازينيكا أو جونسون جونسون ونسبة الوفاة 1 في المليون بس. طيب نيجي بقى، هل في نقطة مهمة، أن الناس اللي هي ألاقي عدد من الناس اللي هم عدد من المثقفين أو من الأطباء، يعني ودي حاجة محزنة، أنه يقول لك لا 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 ده ممكن يبقى فيه أعراض جانبية بقى طويلة المدى، ما هم ما جربوش وما نعرفش إيه اللي يحصل على المدى الطويل، إحنا ما ناخدش اللقاحات. لهؤلاء أقول، وطبعا يقعد يقول لك برضو ده ممكن تأثر على الكود الوراثي، وهرد على دي دلوقتي. أولا، إحنا مش أول مرة في تاريخ البشرية بنجرب لقاحات. اللقاحات في العموم عمرها بالضبط بالضبط السنة دي 225 سنة، لأن أول لقاح في التاريخ البشري كان لقاح الجدري اللي اسمه البوكس، وده كان سنة 1796، يبقى 225 سنة بالضبط. ثانيا، انت تفتكر ان احنا عندنا كم لقاح بنستخدمهم في امراض الانسان؟ عندنا 29 لقاح، وعلى المدى الطويل وال 225 سنه ما حصلش حاجه. حتى اقول لك العشرة الاشهر منهم، بناخد عندنا لقاح الفلو الانفلونزا اللي هو فيروس، وفي انفلونزا على فكره بسبب بكتيريا عليها لقاح تاني اللي هو الهيموفيلس انفلونزا تايب بي، الالتهاب الرئوي، الالتهاب السحائي، الجدري، شلل الأطفال، التيتانس، التهاب الكبدي بفيروس بي، الحصبة، التهاب الغدة النكافية اللي هو المامبس. أدي انتتك 10 مشهورين، إنما في حقيقة الأمر عندنا 29 لقاح ضد الأمراض في الإنسان بدأوا من 225 سنة وما حصلش حاجة. هتستنى إيه عشان تتأكد اللقاح ده؟ إحنا مستخدمش معظمهم تكنولوجي بتاع لقاحات معروفة قبل كده مسبقا.
وبضيف بقول ان لولا هذه اللقاحات النقطه الثالثه ما كانش ممكن نقضي على اوبئه كثيره. فمثلا وباء السمول بوكس اللي هو الجدري بسبب اللقاحات تم القضاء عليه سنه 1980، والبوليوميلايت شال الاطفال وتم القضاء عليه في ضوء العالم الاول سنه 1988. وبعدين انا بقول ان احنا النقطه الرابعه، احنا بنحمد الله ان احنا وصلنا في اقل من سنه لست لقاحات، وجاري السابع اللي هو النوفا فاكس ده السابع، وفي اكتر من 60 لقاح في التجارب السريه هيطلعوا تباعا عشان يفيدونا في تطعيم 70% من مجموع البشر اللي هو 7.9 مليار. عارف اسرع لقاح، يعني عشان اوريك الانجاز اللي عمله العلماء في هذه المره، اسرع لقاح قبل لقاحات الكوفيد اللي هي في اقل من سنه كان لقاح التهاب الغده النكافيه المامس، وده احتاج 4 سنين، وده كان هو الاسرع. طب نيجي بقى النقطه اللي ماسكين فيها، انه اللقاحات الميسنجر، تشابه الاسماء بقى، لقاحات مرسال الحمض النووي الميسنجر ار ان ايه، ممكن تاثر على الكود الوراثي اللي هو الدي ان ايه. طبعا ده كلام مش صح، وبجاوبه للمره العاشره، انه الكود الوراثي اللي هو الدي ان ايه ده موجود داخل نواه الخليه نيوكليوس اوف ذا سيل، بينما مرسال الحمض النووي اللي هو بتوع فايزر وموديرنا اللي هو الميسنجر ار ان ايه ده ما بيدخلش نواه الخليه خالص، فلا يلتقي بالكود الوراثي ولا بالدي ان ايه، ده موجود بره النواه في السيتوبلازم بتاع الخليه. طيب نيجي بقى لموضوعنا الاساسي اللي هو احتمال الوفاه اكتر، اسيب نفسي من غير لقاح ولا اخد لقاح؟ ما هو الارقام لا تكذب عشان ناخد القرار الصح. نيجي للاحتمالات، الارقام لا تكذب. وقبل ان ابدا فبحب اقول معلومه مهمه جدا وحتى كويس احنا نعرفها. تفتكر في كل مليون من البشر، عشان نحسب في المليون، كل شهر في كم واحد بيتوفاه الله؟ من كل مليون كل شهر، الاجابه 600 فرد بيتوفاهم الله كل شهر في كل مليون. طب ايه اهم الاسباب؟ اهم سبب على الاطلاق هو امراض القلب والشرايين. تاني سبب السرطان. تالت سبب بهذا الترتيب امراض الجهاز التنفسي. 600 كل مليون بيموتوا. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اجيب مليون واديهم لقاح هيموت مليون في غضون شهر، هيموت 600 في كل مليون في غضون شهر. ما اقولش بقى لو ان اللقاح اديت المليون دول اللقاح ومات برضه 600 في ظرف شهر، ما اقولش ال 600 دول ماتوا من اللقاح، ما هو بدون لقاح في كل مليون في 600 هيتوفاهم الله. يبقى امتى اقول اللقاح هو السبب؟ لو مات في المليون اكتر من 600 في شهر. فهمتوا الحسبه؟ سهله جدا. طيب نيجي بقى نتكلم على واحد قال انا مش هاخد لقاح، انا كده وش الوش مع الكوفيد، تعال نشوف ده احتمال وفاة قد ايه. هنطبق قواعد الانفلونزا الاسبانية اللي هي الاقرب للكوفيد 19. الانفلونزا الاسبانية لما ما كانش فيه لقاح اصابت، افتح ودانك معايا، ربع البشر. يبقى في كل مليون لما تصيب ربعهم الكوفيد بنفس المنطق هيصيب ربع المليون، يعني 250 الف في كل مليون هيجي لهم كوفيد. طب واحنا قلنا نسبة الوفاة في الكوفيد ما مش كلهم بيموت، 1% بس هو اللي هيموت، يعني من ربع مليون هيموت 1%. لو بتحسب معايا يبقى في كل مليون لو سبت نفسك بدون لقاح احتمال الوفاة 2500 في كل مليون. بينما حضرتك لو خدت لقاح، وخد بالك قلنا انهي لقاحات اللي بتموت اللي بتعمل جلطات اللي هو الفيرال فيكتور فاكسين اللي هم اشهر اثنين اللي هم قلنا الاسترازينيكا وجونسون جونسون، هم دول اللي ممكن يعملوا غلطات. قلنا نسبه الوفاه قد ايه؟ افتح ودنك، 1 في المليون. يبقى انا لو دخلت وش الوش مع الكوفيد في كل مليون هيموت 2500، بينما لو المليون دول اديناهم لقاح هيموت منهم بسبب جلطاته مش مع كل اللقاحات، مع الاسترازينيكا والجونسون جونسون واحد بس. يبقى شايف النسبة 2500 بدون لقاح مقابل واحد بسبب اللقاح. يبقى مفيش وجه المقارنة، مش الضعف، مش 100 مرة، 2500 مرة. يبقى في النهاية أقول الجملة اللي بدأت بيها
هذه الحلقة أرجوك أعطني هذا اللقاح بيزد على أرجوك أعطني هذا الدواء. قلنا للقصة بتاعت الكاتب الكبير رحمه الله حسين عبد القدوس سنة 1984، أرجوك أعطني هذا اللقاح. وفي النهاية أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم مجددا في حلقة جديدة من سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أستودعكم الله وشكراً.